مجموعة جديدة من النقود تعرضها هيئة الشارقة للآثار للمرة الأولى، وهي نقود ضربت في حكم القواسم عبر عقود تاريخية مهمة من تاريخ منطقة الخليج، تعرف محليا باسم مرضوف القواسم. المجموعة التي تأتي بأشكال وأحجام مختلفة حملت أسماء لعدد من حكام القواسم. اكتشفت هيئة الشارقة للآثار مجموعة جديدة من النقود التي ضربت في حكم القواسم والتي تسمى محليا بمرضوف القواسم، حيث تعرف وتعرض هذه المجموعة لأول مرة في تاريخ الإمارات، كونها وثيقة تاريخية مهمة تعزز من إبراز العلاقة التجارية على المستوى المحلي، وعلامة مهمة لعلامة الملك والسلطان لأي كيان سياسي. العملات المكتشفة التي أعلن عنها سكت جميعها من النحاس، وهي بسيطة من حيث التصميم ونصوص الكتابات، كما تأخذ الشكل المستدير وهو التصميم التقليدي للمسكوكات في العصور الإسلامية. تتفق هذه العملات مع الإطار التاريخي لحكام القواسم التي تتناولها من القرن 17 إلى القرن 19، وتحمل هذه المجموعة أسماء لحكام القواسم منهم الشيخ صالح بن محمد بن علي بن صالح القاسمي ومرضوف القواسم الذي يعود حكمه إلى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي ويعتبر الضرب الثاني، بالإضافة إلى هذه المجموعة عملة الشيخ حسن بن رحمة القاسمي وظهور عملة جديدة بعد عودة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي إلى الحكم وسميت بسكة رأس الخيمة. تعد هذه المجموعة من العملات النادرة التي تم تداولها لأكثر من 200 عام في مساحة جغرافية كبيرة تحت حكم القواسم. مجموعة جديدة تضاف إلى سلسلة استكشافات الهيئة من العملات التاريخية المحلية النادرة، والتي تكشف جانباً من سيرة المنطقة وتاريخها العريق. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، الشارقة.